الفرديات اللي تستعرض الآن وما زلنا نشوف حضورها. الجمهور يبيها والجمهور طالبها والجمهور ينتظر مشاركة هالفرديات أو ينتظر تواجدها في مهرجان الملك عبد العزيز. 6-6-0-4-6-6-0-4 من هو مالكها ومن هيله، من هو مالكها ومن هيله. الفرحان بمحمد بن نادر الدوسري جايب لنا ما شاء الله، فرحان بمحمد بن نادر الدوسري أزين كالحلال ويبي يشارك فيه بقوة. ونقول ما قصرت يا فرحان يا ابن محمد يا ابن نادر الدوسري، احد اكبر الاسماء المتواجده في مهرجان الملك عبد العزيز. وكاني اسمع صوت الجمهور يهتف، كاني اسمع صوت الجمهور طربان، كاني اسمع صوت جمهور 6604 لملك فرحان ابن محمد النادر الدوسري، كاني اشوفه طربان واسمع صوته. ما شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى يزيدكم طرب، وعسى الله سبحانه وتعالى يزيدكم فرح وسعادة وأناسة ومهرجان الملك عبد العزيز. حقيقة الأخوان يطالبون اليوم في المعلومات، والأكيد يطالبون في المعلومات، ولكن نظرا لانشغال الملاك، نظرا لابتعاد الملاك عن هواتفهم، ما استطعنا الحقيقة أن نجمع بيانات رئيسية لبعض الملاك، لكن نتمنى من جميع الأخوة الملاك إن هم يتعاونون مع الأخوة أعضاء اللجان الإعلامية ويحاولون يزودوننا بالمعلومات اللي تخدم الحلال واللي تخدم حلالهم وأيضا تخدم اسمهم في ذكرنا للإنجازات. الفرصة